امبارح كنا على موعد مع متعة كروية خاصة جدا، السوبر الأوروبي ليفربول وتشيلسي، والفوز اللي قدر يحققه فريق ليفربول، ولقب جديد بينضم لخزينة فريق ليفربول في موسم اللي فات كان استثنائي وقدر ان هو يحقق فيه دوري أبطال أوروبا، إضافة أكيد لوصافة الدوري الإنجليزي، وكمان بيبدأ الموسم بتاعه بعد فوز كبير في أولى جولات الدوري الإنجليزي، كمان بيضاف إليها السوبر الأوروبي، وفوز كان مهم أكيد ليورجن كلوب وأيضا كتيبة يورجن كلوب، وأكيد كل الجماهير كانت مستعدة للفوز دوت علشان تنطلق في موسم قادم بتطمح فيه بالمزيد من البطولات بالنسبة لفريقها الريدز. حابين نتكلم أكتر عن اللقاء اللي تابعناه امبارح بكل تفاصيله، وده اللي هيساعدنا فيه الأستاذ أحمد الشريف الناقد الرياضي. صباح الخير عليك. صباح النور زي كمريان، مبسوطة جدا حضرتك معانا. ربنا يخليك. امبارح اتبسطت بأجواء المباراة؟ أكيد بشكل طبعا. عام أكيد طبعا. كانت مباراة لطيفة جدا ما بين الفرقتين، احنا انا بعتبرها انها كانت اكتر من مباراة في المباراة. يعني تشيلسي كانت مسيطر الشوط الاول، ليفربول ما كانش بادئ بالشكل المثالي، التشكيل اللي حطه يورجن كلوب ليفربول طبعا كان فيه مشكلة. ده ادى ان تشيلسي ان هو قدر يرجع، قدر ان هو يركب المباراة. على العكس الشوط الثاني بعض التبديلات اللي عملها كلوب كان الاداء افضل، بدأنا نحس ان تشيلسي بدأ يتراجع شوية. ليفربول كان بدأ يسيطر بشكل اكبر، ادى بشكل كويس، بدأ يرجع جزء من ليفربول اللي احنا عارفينه، اللي احنا كنا شايفينه في المباراه في الموسم اللي فات وبدايه السيزون ده. طبعا المباراه الثالثه اللي بعتبرها كانت في الوقت الاضافي، ان خلاص الفرقتين بقوا المستوى متقارب، في حاله انهيار بدني، اللياقه ما كانتش يعني مساعداهم الفرقتين، يعني الموضوع كان صعب جدا. انت في الوقت ده من السيزون بتلعب مباراه زي دي بوقت اضافي بالظبط، بيبقى الموضوع صعب جدا. فكان الموضوع متكافئ ما بينهم في الوقت الاضافي بشكل كبير. طيب الظهور اللي ظهر بيه يورجن او الطريقه الفنيه اللي ظهرت في فريق ليفربول، هل البعض بيرجعها مثلا لاريحيه يورجن كلوب ان هو ما كانش واخد المباراه على محمل في تنافس كبير مع تشيلسي، ولا ليه ممكن يكون في سنه التساؤلات عند التشكيل ان هو ما كانش افضل حال ممكن يدخل بيه؟ هو ما كانش افضل تشكيل، يعني التعديلات اللي عملها كلوب في التشكيل، يعني انا مش شايف سبب ان احنا مش في نهايه السيزون بالظبط. مش في نهايه السيزون ومش محتاج ان هو يريح اللعيبه علشان. طب ده ممكن يكون سببها بيرجع لايه؟ انا شايف ان المباراه بتاعت تشيلسي ومانشستر يونايتد كان ليها عامل كبير جدا في الموضوع ده. اهتار نوعا ما، مع ان مش معروف على العقليه الالمانيه حاجه زي دي، ان يورجن كلوب مش معروف عنه الموضوع ده. لكن هو في بعض المدربين بياخدوا مباريات السوبر ومباريات اللي هي الكؤوس من مباراه واحده بياخدوها انها صفه وديه شويه، ان هو ممكن يجرب فيها. بس لا، هي في الاول وفي الاخر برضه محسوبه عليه بطوله، ما ينفعش ان هو يعني ياخد البطوله او المباراه بالمنظر ده. التعديلات اللي عملها ادت بشكل سلبي جدا عليه. مفيش سبب ان هو يشيل ارنولد ويحط بداله جوميز. مفيش سبب ان هو يحط ماتيب. ماتيب كان كارثه امبارح في الشوط الاول. اي مباراه بتتلعب ما بينه هو وفان دايك او ما بينه هو وبين جوميز كان بيحصل طبعا اختراق بمنتهى السهوله لتشيلسي. مش في سبب برضه ان فيرمينيو ما يكونش بيشارك من اول المباراه؟ صحيح بالظبط. يعني احنا شفنا ان على الورق هو بيلعب 4-3-3 كان معتاد، بس جوه الملعب لا، تشامبرلين كان هو اللي قايم بالدور صناعه اللعب، وصلاح وماني هما الاثنين في الهجوم. مع وجود ثلاثي اللي هو الدفاعي او وسط دفاع ليفربول اللي هو ميلنر وهندرسون كان برده موجود. مفيش اللعيب اللي يقدر في الثلاثه اللي كانوا موجودين في كتف الديفندراد ان هم يعمل او يكمل هجوميا او ان هو يعمل صناعه لعب هجوميه. كان تشامبرلين هو القايم بالدور ده. تشامبرلين بقاله فتره كبيره جدا بعيد عن ليفربول، بعيد عن الماتشات، مفيش حاله تفاهم بينه وبين صلاح كبيره. حتى لو لعب بعض الدقائق في المباريات اللي فاتت لا برضه ما يقدرش ان هو يرجع بالشكل المطلوب ده. علشان كده كان اول تبديل، وكل كان بيطالب بيه طبعا من الشوط الاول، لازم فيرمينو يرجع، تشامبرلين يكون بره، لان مفيش اداء هجوم ليفربول خالص في المباراه. طيب بما انك اتكلمنا عن يورجن كلوب، رؤيتك الاداره الفنيه اللي قام بيها فرانك لامبارد كانت عظيمه جدا. ان هو يقدر، ممكن نعملها مقارنه ما بين اول ظهور ليه مع فريق تشيلسي برضه ولكن في الدوري الانجليزي والخساره الكبيره اللي تلقاها؟ مباراه تشيلسي واليونايتد انا شايف ان الشوط الاول كان تشيلسي كان كويس جدا، ما كانش سيء. يعني النتيجه احنا نشوفها في النهايه 4-0، نتيجه كبيره. ما ينفعش هنقول ان تشيلسي ما كانش موجود اصلا في المباراه، لكن احنا لو بصينا على الشوط الاول لا، تشيلسي كان بيأدي بشكل كويس جدا. برضه خلينا نوضح نقطه، ان لامبارد عدل من طريقه الضغط بتاعه في على الخصم. احيانا يعني في مباراه اليونايتد كان بيكشف الدفاع بتاعه، انه كان بيقدم الضغط قوي، ارهق اللعيبه بتاعته في الشوط الاول، ان هم دايما بيضغط، يعني كان بيحاول يضغط على حارس المرمى كمان احيانا. فكان الموضوع صعب جدا، الموضوع مرهق جدا بالنسبه للعيبه. لا، قدام ليفربول الموضوع كان مختلف. قدام ليفربول كان بيريح اللعيبه شويه، الضغط متاخر شويه، فبالتالي هو زانق لعيبه ليفربول في نص الملعب. كده كده برده اللي ساعده
ان يورجن كلوب ما عندوش صناعه لعب، ان هو مغير طريقه اللعب بتاعته، فكان عامل زحمه في خط الوسط. كان الموضوع بالنسبه للامبرد افضل بكتير، وده كلوب ساعده فيه. يعني قدر بحاجه زي دي ان هو لما بيستخلص الكوره مع التعديلات اللي كلوب عاملها في خط الدفاع، كان بيقدر ان هو يوصل بسهوله للمرمى بتاع ليفربول. قدر ان هو يهدد مرمى ليفربول في اكتر من مره عن طريق اي كوره بينيه ورا الدفاع كانت بتعدي. ماتيب طبعا بطيء جدا وكلنا عارفين ده كله، فما يقدرش ان هو يغطي ورا فان دايك. دايما فان دايك متعود ان جنبه كان جوميز في المباراه اللي فاتت، جوميز اللاعب القصير اللي هو بيقدر يلم ورا فان دايك لو الكوره على الارض، مهاجم سريع شويه يقدر ان هو يروح يستخلص منه الكوره. لكن هو امبارح كلوب قرر يعتمد على 2 مدافعين طوال، عنصر السرعه عندهم مش كويس، مش بالسرعه. فان دايك لعيب ذكي، بس ماتيب لا، الموضوع بالنسبه له بيكون صعب شويه. طيب نبدا من يعني قبل ما نبتدي نتكلم عن لاعبين بعينيهم في المباراه ديت، ايه رايك نبدا من عند الحكمه؟ لا هو يعني أنا الاختيار نفسه اصله يعني يجب الوقوف عنده في مباراه مهمه وكبيره زي انا ما كنتش متوقع انها هتكون بقوه الشخصيه دي وبالاداء ده. يعني في بعض الحكام في المباريات دي بيغلطوا غلطات كارثيه. مباراه ما بين فرقتين انجليز على كاس سوبر اوروبي اصلا بالظبط، والاتنين انجليز فمنافسه كمان شديده جدا. بالظبط يكون الموضوع صعب جدا. حكام رجاله كتير بيغلطوا فيها، بيبقى عندهم في ضغوط كتير جدا عليهم. لا انا شفنا امبارح الحكمه هاديه جدا، قراراتها يعني اقدر اقول 99% منها صح. ممكن حد يشك في تسلل، يشك في ركله الجزاء بالظبط، لكن حتى يعني خدت هي القرار بسلاسه. برضه ما شفناش اعتراضات كتير من اللعيبه عليها، اللعيبه ما حاولتش يعني كان في برضه بعض الاعتراضات كانت قويه شويه، بس مش الاعتراضات اللي على الرجاله، على حكام الرجاله. يعني برضو اللعيبه كانت عامله لها احترام، اللعيبه كانت عامله لها فعلا احترام. لان يعني فعلا هي كونها كحكم انثى كانت اللعيبه عامله لها اعتبار وعامله يعني التيكيت فعلا زي ما انت قلتي للموضوع ده، فده سهل عليها الموضوع كتير. يعني انا اديها نسبه تعدي 95% فعلا، يعني كانت ممتازه جدا. القوه الشخصيه ما شفتهاش في حكام رجاله كتير. تجربه يعني تستحق ان هي تتكرر. وارد جدا تستحق فعلا. طيب نتكلم عن بعض النجوم اللي ظهروا امبارح في المباراه وابرزهم كانتي. كانتي من اللاعبين اللي تلقوا اشاده كبيره جدا، رؤيتك للدور اللي قدر يقدمه طبعا بتعليمات فرانك لامبارد. كانتي من قبل ما يروح تشيلسي كمان طبعا. هو لعيب عظيم جدا في خط النص. كانتي كان معمول له اغنيه من قبل جماهير المنتخب علشان ازاي هو قدر يوقف ميسي، يعني صحيح في كاس العالم كان صحيح. يعني هو اوريدي خد اشاده كبيره جدا وبيستكملها اكيد بقى. هو نادرا ما في لعيب بيقدر ان يوقف ميسي او يوقف كريستيانو او يوقف اللعيبه الكبار دي طبعا. كانتي غير ان هو لعيب، سيبنا ان هو صاحب الثلاث رئات وان هو بيجري كتير وان هو عنده قدره على استخلاص الكوره، هو لعيب ذكي. كانتي لعيب بيعرف ازاي يعني من اقل اللعيبه ممكن اللي تعمل فاولات جوه الملعب، رغم ان مركزه اساسا من يعني من المراكز اللي هو وارد جدا يتحسب عليه فاولات كتير جدا. عرقله بالظبط. هو لعيب ذكي بيقدر يستخلص الكوره بذكاء، بيشغل مخه قبل ما بيشغل رجليه، فدي مدياله افضليه على لعيبه كتير بتلعب في المركز ده. كانتي حتى في نهايه السيزون اللي فات مع تشيلسي شفناه ذكائه ده ساعده ان هو يقدر ان هو يسجل اهداف مع تشيلسي. زي ما كنا نشوف منطقه الجزاء الخصم بيكمل، رغم ان هو مش من مهم مركزه، يعني هو مش لعيب وسط هجومي او لعيب وسط سي ام مثلا في نص الملعب بالظبط عشان يقدر ان هو يكمل، لا هو لعيب وسط دفاعي. لكن هو ذكائه وقدراته البدنيه ومعدلات اللياقه بتاعته والفوت ورك بتاعه ده كل حاجات بتساعده ان هو يقدر ان هو يقدم اي او اللي هو ينفذ اي حاجه مطلوبه منه من المدير الفني. لامبرد قدر فعلا ان هو يعني يخصصه صح في المباراه امبارح، وظفه بشكل مثالي جدا. كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في المباراه امبارح. ممكن ما تسمعيش اسمه كتير، بس لو ركزت وحطيت عينك عليه جوه المباراه او يعني في الملعب بتلاقي لا اداء ممتاز جدا من كانتي. انا كانتي انا بعتبره من افضل اللعيبه، مش هقول الموجوده مثلا في الدوري الانجليزي او في المركز ده، من افضل اللعيبه الموجوده في العالم حاليا الفتره دي. طيب الحارس المرمى البديل، الحارس المرمى الثاني لفريق ليفربول، وبعد اكيد اصابه اليسون باكر كان الكل قلقان على عرين الريدز، هل يفضلوا قلقانين ولا ادريان امبارح قدر يقدم عرض جيد يطمنهم لحد ما يعود مره ثانيه اليسون باكر؟ في فرق كبير جدا ما بين ادريان واليسون عشان نكون صراحه. هو الراجل امبارح قدر ان هو يتصدر ركله الجزاء الحاسمه في النهايه، تصدر كرات كتير جدا في المباراه، تصويبات كتير جدا صحيح. لكن برضه لا، التصديات بتاعته مقلقه شويه، يعني في تصويبه بيطلع الكوره على 6 ياردة
فالموضوع لا بيبقى صعب لو في تكمله هجوميه من تشيلسي كانت يعني كان ممكن المباراه تنتهي قبل ما توصل ركلات الجزاء. ادريان طبعا ان هو الظروف اللي لعب فيها او اللي اتحط فيها ان اليسون بيتصاب في اول مباراه فهو بينزل يكمل مباراه نورويتش دخل في مرمى هدف بس كان ليفربول حسم المباراه تقريبا. امبارح لا في بعض التصديات بالنسبه له كانت مقلقه تخوف مش اليسون مش الثقه بتاعت اليسون مش الشخصيه والكاريزما بتاعت الحارس الكبير اللي هو يقدر يقود ليفربول في الدوري الانجليزي او دوري ابطال اوروبا. ولكن هل تكتسب يعني شايف ان ممكن ظهوره في الوقت ده اكيد ضغط كبير طبعا. جدا عليه وخصوصا ان دايما هتكون بتحصل مقارنه ولكن الموارد المتوفره عند الحارس تطمن في فتره الغياب بتاعت اليسون بيكر؟ الثقه والمستوى ممكن يكتسب انما الشخصيه ما تكتسبش. الشخصيه هي بتبقى موجوده عند اللعيب فعلا فممكن مع الوقت ان ادريان نشوفه ان هو بيكتسب ثقه مستواه بيعلى مع التوالي المباريات. هو تقريبا هيلعب شهرين او ثلاث شهور لحد ما اليسون يرجع فممكن مع الوقت ان هو لو قدر يعمل مباريات كويسه الهدفين اللي سجلهم فريق ليفربول وعمل رقم قياسي بعد ما كانت اللعيبه الافارقه جايبين بشكل كبير على مدار سنوات كثيره من 2006 ان هم يسجلوا في نهائي السوبر الاوروبي او في السوبر الاوروبي عامه. شفت اداء ماني ازاي في ظل تالق الموسم اللي فات كبير جدا وفي ظل ان احنا على اعتاب الموسم الجديد هل هيستكمل سلسله تالقه ولا لا؟ طيب هو ماني يعني من افضل الاجنحه الشمال موجوده في العالم حاليا. المنافسه ما بينه وبين صلاح انا بعتبرها في صالح ليفربول. ناس كتير بتقول لا مش في صالح ليفربول بيحصل فيه انانيه من كل واحد فيهم والكلام ده. لا هي انا بتحصل؟ شايفها بتحصل احيانا مش هنضحك على بعض عشان نكون صراحه احيانا بتحصل والدليل على كده هما الاثنين دايما بينافسوا على الهدافين. انا راجل عايز اخد هداف الدوري الانجليزي عايز اخد افضل لاعب في افريقيا افضل لاعب في العالم انا افضل لاعب في العالم فطبيعي ان انا احاول ارقامي تكون اعلى لان يعني الجوائز دي بتتحسب بالارقام مش يعني انا لو مستواي وحش في مباراه وسجلت ثلاث اهداف كوره مرتده من العارضه اسيست على خط الجون مثلا والحاجات دي برضو انا محسوب لي ثلاث اهداف ومحسوبه لي رقميا محدش هيفتكر انه كان مستواي عامل ازاي. ماني انا شايفه من افضل اللعيبه فعلا ان لم يكن الافضل موجود في افريقيا دلوقتي. السيزون اللي فات اللي هو قدر ان هو يرجع بقى هداف الدوري الانجليزي مع محمد صلاح واوباميانج ان هو بيقود ليفربول مع محمد صلاح برضو ان هو يكون بطل دوري ابطال اوروبا الهدفين اللي سجلهم امبارح حتى دخوله في كبديل في مباراه نورويتش كان اداؤه كويس جدا مش راجع اللي هو مرهق من كاس امم افريقيا والكلام ده بالظبط. فلا هو ماني انا شايفه هيكمل السيزون ده وممكن يكون اعلى كمان بالذات في الفتره اللي بتاعت اول ثلاث او اربع شهور دول دايما اللعبة الافارقه بيركزوا فيهم لان هم اللي بيكونوا قبل الحسم بتاع افضل لاعب في افريقيا والمنافسه على افضل لاعب في افريقيا السنه دي هتكون مختلفه مش هتكون محسومه زي السنين اللي فاتت. صح لان انت بتتكلم رياض محرز مع فريقه فايزين بالدوري وفايز مع منتخب بلاده بامم افريقيا صحيح. بجانب بقى ساديو ماني وصيف امم افريقيا وهداف الدوري الانجليزي وبطل في دوري ابطال اوروبا واكيد محمد صلاح برضه نفس يعني الألقاب. نفس الالقاب بالنسبه لماني باستثناء منتخب صحيح. مشاركته مع منتخب بلاده في امم افريقيا صحيح. محمد صلاح امبارح البعض شافوا ان هو كان خطير والبعض شافوا ان هو لا صلاح مش فايق. الشوط الاول ما كانش موجود في المباراه تقريبا محمد صلاح ليه؟ بسبب التوظيف بتاعه جوه الملعب. محمد صلاح لما يعني هو كلوب تقريبا حاول ان هو يستغل البطء بتاع كريستنسن وزوما ان هو يحط ماني وصلاح في خط الهجوم كصراحه هما الاثنين وراهم تشامبرلين فكان ان هو بدل ما يستغل حاجه زي دي ان يعني هو ممكن يكون اعتمد ان لامبرد هيدافع دفاع متقدم شويه زي ما كان عامل في ماتش اليونايتد لكن لما لامبرد راح على الدفاع والضغط بتاعه لورا شويه الموضوع اختلف. هو كده بدل ما يدي مساحه لمحمد صلاح وماني ان هم ينطلقوا ورا الدفاع وبطء المدافعين يستغلوه لا هو كده حط الاثنين يعني زي ما بنقول في قلب الاثنين المدافعين خلاص هو خلاص مش قادرين ان هم الاثنين ما فيش مساحات ورا الدفاع ما بين الحارس والمدافعين علشان ان هم يستغلوها فده سبب عدم وجودهم. لكن مع نزول فيرمينو الوضع اختلف تماما اختلف للاثنين مش لمحمد صلاح بس لماني كمان لما رجع ناحيه الشمال في الوضع الطبيعي بتاعه ادى بشكل كويس جدا. محمد صلاح لما راح ناحيه اليمين ارهق اميرسون بشكل كبير بعض الكرات او اغلب الكرات كان محمد صلاح بيستحوذ عليها المواجهات الثنائيه كلها كان محمد صلاح بياخدها كان بيقدر ان هو يمر من لعيب واثنين وثلاثه كان بيصوب على المرمى كان هيقدر ان هو يسجل كمان هدف لولا تالق كيبا ان هو بيخرج الكوره. المشكله في الشوط الاول انا شايفها كانت من عند كلوب مشكله صلاح وماني كانت من عند كلوب
لكن مع نزول فيرمينو وتغيير طريقه اللعب لا الاداء اختلف والاثنين تطوروا بشكل اكبر. محمد صلاح قادر يحافظ على التوليفه اللي بتجمعه ما بينه وبين ماني وفيرمينو، شايفها ازاي؟ وهما مكملين بعض، يعني ممكن ساعات البعض بيشوف ان هما التنافس ما بينهم بقى شديد وممكن يحصل بعض الغيره، ولكن من كلامك ومن اللي احنا بنشوفه ان ساعات مع نزول غياب عنصر فيهم وبعد كده نزوله لا بتشوف ان هما مع بعض بيشكلوا الخطوره الاكبر، حتى هما بيبقى مستواهم افضل لما بيكونوا هما الثلاثه في الملعب. صحيح، شفنا ده امبارح فعلا مع فيرمينو بمجرد نزوله. فيرمينو هو مش المهاجم الصريح، هو مهاجم احيانا ساعات بنشوفه 9 9 ونص، واحيانا بيكون 10 جوه الملعب، فده بيؤدي ان احنا ليفربول من يوم ما باع كوتينيو ما فيش صانع لعب. فيرمينو احيانا بيقوم بالدور ده، فوجود فيرمينو دايما بيكمل صلاح وماني. ليه؟ لانه دايما بيسحب مدافع او اتنين معاه، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو عنده قدرات تمريريه كويسه جدا، بيقدر ان هو يمرر ويعمل اسيستات وبينات بشكل كويس جدا للاثنين، بيساعدهم ان هم يوصلوا المرمى بسهوله، دايما بيفضي مساحات ما بين ظهير ومدافع، بيخلي صلاح لو حابب مثلا يمر من المنطقه دي او ماني يمر من المنطقه دي من الناحيه الثانيه، ان هو دايما بيسهل لهم الموضوع ده. ده دايما انا شايف ان لما يكون عندي الثلاثه دول ما ينفعش ان انا احذف حد منهم او اشيل حد منهم، الا في حالات استثنائيه زي ما شفنا مثلا في مباراه نورويتش اضطر ان هو يلعب باوريجي بدل ماني علشان ماني لسه راجع من امم افريقيا وما عملش فتره اعداد مع ليفربول تقريبا، فاوكي ما عنديش مشكله. واوريجي ادى بشكل كويس في المباراه طبعا مع ضعف المنافس او الفرق ما بين نورويتش وتشيلسي، فرق كبير طبعا ما بينهم، لكن لما يكون الثلاثه عندي فت وجاهزين لا لازم العب بيهم. بس المشكله عندي في نقطه ثانيه خالص برضو، ان انا لازم الاقي بديل لكل واحد فيهم. ما ينفعش فريق بطل دوري ابطال اوروبا عايز ينافس على الدوري الانجليزي، عايز ينافس على دوري ابطال اوروبا من تاني. مش بديل بيبقى مؤثر في وجهه نظر؟ انا شايفه بديل مؤثر، وانا شايف ان شاكيري كمان ممكن يلعب كاساسي في مركز صناعه اللعب، ما عنديش مشكله، بس كلوب مش شايف كده. اللي احنا دايما بنشوفه ان شاكيري هو خيار ثالث بعد صلاح وتشامبرلين. هو دايما حابب ان صلاح يكون طبعا موجود اساسي، ده شيء بديهي طبعا. ماني طبعا موجود اساسي، ده برضه شيء بديهي. رقم اثنين بعديهم هما الاثنين تشامبرلين، حتى لما تشامبرلين كان مصاب قلنا هيبدا يعتمد على شاكيري، كان بيعتمد عليه في بعض المباريات كبديل، هو شايفه بديل ده بالظبط. بس كان حتى لما بيعتمد عليه كبديل كان بينزل يخلص مباريات متازمه ليفربول، كان عنده حلول دايما بالظبط. فانا شايف لا، شاكيري لازم يتم الاعتماد عليه بشكل كويس، لعيب مهاري عنده سرعه كويسه، تصويباته والتمريرات بتاعته، عنده رؤيه حلوه جدا في الملعب، التصويبات بتاعته لو الدفاع لو الفرقه اللي قدامي بتدافع ليفربول، الفرقه اللي قدامي بتدافع ومقفله الملعب كويس جدا، لا انا هو بيقدر، عنده حل ان هو يصوب، عنده حل استغلال الكرات الثابته، ان هو بيعمل عرضات كويسه، ان هو بيصوب تصويبات كويسه من الكرات الثابته. بس انا شايف ان كلوب ما بيفكرش ان هو يعتمد عليه في النقطه دي. الميركاتو السنه دي بتاع ليفربول هو كالعاده، يعني حتى لو واحد بص كده عند معظم الانديه في انجلترا مش بيعملوا احلال وتبديل كبير، يعني بالزبط. حتى الدوري الاسباني ممكن تشوف فيه بعض الصفقات الكبيره، ولكن الدوري الانجليزي لا، ومن ضمن طبعا الانديه ليفربول. هل في خطوط بيتقلق عليها بعد ظهور فريق ليفربول في اول المباريات؟ البعض بيتكلم دايما ان دفاع فان دايك واحد من افضل اللاعبين في العالم ومن افضل المدافعين، ولكن دايما دفاع ليفربول مخترق، ايضا النص ساعات مش بيكون في افضل حال، من وجهه نظرك؟ هو انا دايما ليفربول بيلعب باربعه خط الدفاع، فان دايك لازم حد جنبه، ما ينفعش ان انا مره العب بماتيب ومره العب بجوميز وابدا ارحل اللعيبه من يعني جوميز اصلا ظهير ايمن. طيب انا امبارح اعتمدت عليه كظهير ايمن، بعدين نزلت ارنولد ووديت جوميز ظهير ايسر، الجبهه الشمال طبعا بتاعت ليفربول كانت يعني مستباحه تماما لتشيلسي بمجرد ما جوميز راح هناك. احيانا بلعب بجوميز قلب دفاع بيأدي بشكل كويس، بس مش مدافع صريح، فدايما بيبقى فيه خلل او بيبقى فيه نسبه مشكله حتى ولو ضئيله. لازم انا كنت شايف ان لازم ليفربول يحط او يتعاقد مع مدافع تاني جنب فان دايك، ده شيء بديهي. ما ينفعش العب بفان دايك وماتيب الاثنين، يعني دايما انا بفضل العب بمدافع عالي، مدافع طويل، ومدافع اللي هو القصير شويه اللي هو بيقدر يلم الكرات اللي هي من ورا، المدافع العالي ده ان هو يكون عنده سرعه كويسه، ان هو يقدر لو في اي كره مثلا او اختراق زي ما كنا بنشوف امبارح ان هو يقدر يلم ورا، فده كان مركز لازم يتم تدعيمه.
خط الوسط وتدعيمه يكون في كمان تدعيم لبدلاء لو اي ظرف طبعًا حصل طبعًا. لان ما اعتقد ان فريق ليفربول ما عندوش عنده ممكن سكواد قوي جدا اللي هو ال 11 لاعب ضعيف بس الدكه مش قويه بالظبط الدكه البدلاء بتاعت ليفربول ضعيفه جدا يعني لعيب او اثنين ربنا كرم كلوب ان الدنيا ماشيه كده يعني الجيبات يعني هو يعني ربنا بيسهلها بالظبط يعني خط الوسط برده كان محتاج تدعيم في مركز صناعه اللعبه يعني زي ما قلنا من شويه من يوم ما كوتينيو راح برشلونه مفيش صناعه لعب خالص في ليفربول. تشامبرلين مصاب مش مركزه حتى لو لعب كصانع لعب. شاكيري ما بيتمش الاعتماد عليه ودايما هو الخيار البديل لصلاح مش خيار صناعه اللعب. فما ينفعش ان ليفربول ان هو بيلعب بثلاثه ارتكاز دفاعي مفيش صناعه لعب دايما لو الفريق اللي قدامه قفل المنطقه دي كويس زي ما شفنا امبارح في الشوط الاول لا هتلاقي المشكله ان مفيش كور بتوصل لصلاح مفيش حاجه بتوصل لماني مفيش حاجه بتوصل لفيرمينو هنلاقي مشكله في خط الهجوم لليفربول فكان لازم يتم برضو تدعيم صناعه اللعب الجناحين زي ما قلنا برضو لازم بدلاء لصلاح وماني عندنا شاكيري اوكي لصلاح ما عنديش مشكله بس البدلاء بنفس الجوده او على الاقل بنفس فكر الاقتناع بالجهاز الفني او يورن بالظبط ولو مش بنفس الجوده احنا بنتكلم في لعيبه من افضل لعيبه العالم فان احنا نلاقي الكواليتي ده تاني هيكون صعب شويه أكيد. او هياخد وقت على ما يتطور ويوصل للمستوى ده صح. بس حتى يعني 70% 70% من المستوى بتاع صلاح و70% من المستوى بتاع ماني يكونوا موجودين كبدلاء ويكون كلوب مقتنع بيهم يعني انا انت لما تعاقدت مع شاكيري طب يعني فين ما بتعتمدش عليه او هو يعني مش الخيار الامثل او الخيار الثاني بالنسبه لك دايما في مشكله ان انت بحس ان كلوب قلقان منه مش حاسس ان هو ممكن يخلصه مع انه لما يعني كان بينزل ماتشات كان بيخلص ماتشات كتير في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت يورجن كلوب محظوظ مش ما اقدرش اقول محظوظ وهو بيخسر نهائيات كتير لما بس امبارح كان يعني كان ده عمال يكسب في نهائيات دلوقتي امبارح كان محظوظ يعني امبارح عامه محظوظ بالمجموعه اللي هو بيقودها في الوقت الحالي في ليفربول ولا هو اداريا ورؤيته الفنيه بتشوفها ان هي مقنعه وقويه؟ لا هو كلوب شاطر في اختيار اللعيبه، كلوب عينيه حلوه جدا من ايام ما كان في بروسيا دورتموند وايام ما كان في ماينز كمان دايما بيختار تغييراته جيده بتكون بيقدر ان هو يسيطر على مغيرات المباراه لان برضو المحللين بيشوفوا ان المدير الفني قوته بتبان في تغييراته ورؤيته ازاي اقدر اغير مفاتيح اللعب لو الماتش مش ماشي في السكه اللي انا عايزها. شفنا ده امبارح هو امبارح صلح اخطائه يعني امبارح الثلاثه يعني التشكيل اللي هو بدا بيه خلاه يخسر الثلاث تغييرات احنا شفنا الثلاث تغييرات اللي هو عملهم قبل الوقت الاضافي كان اللي هو بيرجع التشكيل الاساسي بتاعه هو لو كان كلوب بدا المباراه بالتشكيل الاساسي بتاعه ما كانش خسر التغييرات دي وكنا نقدر نحكم على الجزئيه اللي انت بتتكلمي فيها دي لكن هو امبارح كان مضطر ان هو غصب عنه لازم يرجع فيرمينو لازم يرجع فينالدوم لازم يرجع ارنولد للملعب الثلاثه لازم يكونوا موجودين عشان في خلل فعلا في الثلاث مراكز دول وقدر ان هو فعلا يغير سير المباراه وشكل المباراه في الشوط الثاني شفنا ليفربول بشكل افضل وان هو قدر ان هو يظهر حتى ولو 50 او 60 او 70% من اداء ليفربول اللي احنا متعودين عليه واللي احنا دايما بنشوفه بوجه عام بعيدا عن المباراه حتى امبارح لا هو الدكه زي ما قلنا من شويه دكه ليفربول ما تساعدش كلوب ان هو يعني يعمل تغييرات عظيمه جدا او ان هو يقلب سير المباراه انت عارف في وقت احنا كلنا بنفكر مين اللي فاز بالدوري الانجليزي مانشستر سيتي مانشستر سيتي اللي عنده فرقه واثنين وثلاثه بالظبط فانت بتتكلم ان انت عشان تكون بتضاهي وبتنافس مع واحد من اكبر الانديه دلوقتي في اوروبا ترقص واحد من احسن او بل احسن مدير فني دلوقتي في العالم علشان تكون عندك نفس القدره دي للتنافس وفي بطولات كتيره اكيد هيكون بيشارك فيها ليفربول فانت محتاج يكون عندك دقه قويه جدا بالظبط صحيح اي مدير فني عنده دقه بدقه قويه هيقدر ان هو يغير سير المباراه وهنقول عليه مدرب عظيم جدا تمام احنا مع كلوب ما نقدرش نحكم على الجزئيه دي بشكل او بنسبه 100% ليه هو الخيارات المتاحه عنده اللي تقدر انها تغير له الملعب او تغير السير المباراه او شكل ليفربول في اي ماتش اثنين او ثلاثه بس وما يكملوش ثلاثه لا يعني هو تشامبرلين واوريجي لما يعني بيبقى فايق طبعا والثقه اللي هو واخدها في الفتره اللي فاتت عشان اللي حصل في ماتش برشلونه وشاكيري هو ما عندوش ثقه في شاكيري قد كده فدايما الخيار الاول بالنسبه له مثلا بيكون اوريجي بدل ماني تشامبرلين كان مصاب بدا يرجع هنشوف هيبدا يعني يوظفه ازاي او هيوديه فين في الملعب اتمنى ان هو يبدا يعتمد على شاكيري بس هو برده ما زال محتاج تدعيمات
لدكه البناء بتاعته. ايه افضل دوري في العالم من وجهه نظرك؟ الانجليزي. الانجليزي طبعا. طب يعني السيطره الانجليزيه اللي شفناها الموسم اللي فات في اوروبا، اربع انديه بتوصل للنهائيين البطولتين يعني الكبيرتين في القاره بالزبط. الاوروبيه، الموسم ده ممكن نشوف السيطره دي بتتكرر مره ثانيه بالمستوى اللي ظهرت بيه الانديه الثانيه، ممكن مين يكون بيخش بقوه؟ احنا لو رجعنا بس بالزمن كام سنه ورا كنا هنلاقي دايما انديه اسبانيا هي اللي مسيطره، اتلتيكو، برشلونه، ليفربول، سوري ريال مدريد اسف. كان الانديه الانجليزيه دايما اخرها دور الثمانيه، نادرا ما بنلاقي نادي انجليزي موجود في السيمي فاينال في اي بطوله من البطولتين. ايه اللي حصل؟ خلينا نقول المنافسه في الدوري الاسباني هي اللي ادت لكده. لسه كنت اسالك يعني بالزبط. حصل هبوط عند الدوريات الاخرى ولا المستوى عالي في الدوري الانجليزي؟ الاثنين، بس النسبه الاكبر انا اديها للمنافسه في الدوري الاسباني، دايما برشلونه ريال مدريد هم اللي بينافسوا، اتلتيكو مدريد بيحاول معاهم. اتلتيكو مدريد مثلا السنه اللي فاتت كان افضل شويه عشان ريال مدريد كان الموضوع بالنسبه له يعني كارثي السيزون اللي فات جدا، ما شفناش فيا ريال، ما شفناش فالنسيا، ما شفناش الفرق اللي كانت بتبقى مثلا موجوده من 15 او 20 سنه دايما موجوده بشكل قوي في الدوريات في دوري الابطال او في اليوروبا ليج. في نفس الوقت ليفربول بدا يرجع، ليفربول اللي هو بتاع 2005 و2004. بنشوف توتنهام بيدخل بقوه جدا، ودايما كان توتنهام مركز يعني كان طموحه مركز خامس او رابع في الدوري الانجليزي، دلوقتي لا بنشوفه بينافس على دوري ابطال اوروبا ومش لاول سنه، لا حتى السيزون اللي فات كان برضو موجود بشكل كويس ووصل ادوار متقدمه. اسم تشيلسي، اسم مانشستر يونايتد برضه بيخوف اي حد. في اسامي في الدوري، حتى اسم ارسنال بالرغم من هبوط مستواه ولكن بيبقى للجانرز كده لو ما يكونوا موجودين في القرعه او هيكونوا منافس بالزبط. دايما بيكونوا منافس يخض بالظبط، خصوصا كمان لما يلعب في الدوري الاوروبي، ارسنال لما يكون موجود في الدوري الاوروبي بيلعب فرق من اللي هي المستوى الثالث والرابع في اوروبا، فحتى لو ارسنال مش هو ارسنال وحتى لو المستوى عنده متراجع وعنده كوارث وعنده يبقى مشاكل يبقى تاريخه يخض المنافس، هو ارسنال اسم ارسنال باي فريق بيجي قدامه لا انا هلاعب ارسنال هخسر. الموضوع بيكون صعب جدا بالذات حتى مهما كان المستوى ومهما كانت اللعيبه ومهما كان الـ الطريقه الاداريه اللي بيدار بيها النادي في الفتره اللي فاتت. ان شاء الله فريق ليفربول يكون موفق في الفتره اللي جايه علشان محمد صلاح، وان شاء الله استون فيلا يكون موفق، وان شاء الله كل المحترفين عندنا في اوروبا يكونوا موفقين. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد الشريف الناقد الرياضي، اتكلمنا والحديث اكيد يكون مطول عن الكره الاوروبيه في الفتره اللي جايه بقى مع انطلاقه الموسم، بكل تاكيد هتكون مواسم قويه ان شاء الله. طب قبل ما نختم خليني برضو بقى اسالك عن ريال مدريد، بما انك كنت لسه بتتكلم عن الدوري الاسباني، الموسم اللي فات موسم من النسيان، زين الدين زيدان رجع من جديد، اسامي مصر الابقاء عليها زي كريم بنزيما، اسامي مصر ان هو يرحله زي جاريث بيل الفتره اللي جايه لريال مدريد. لو هنبني على اللي حصل في المباريات الوديه هيكون الموضوع صعب جدا، يعني مش هيكون لطيف او مش هنتوقع ان موسم حلو قوي ليفربول لريال مدريد، لكن الموضوع بيبقى في المباريات الرسميه سواء دوري او دوري ابطال بيكون مختلف. وجود هازارد مع ريال مدريد لا عنصر مميز جدا، عنصر من افضل اللعيبه الموجوده في العالم، لعيب عظيم جدا طبعا، هيأدي بشكل كويس مع ريال مدريد، هيضيف كتير جدا للفريق. لو اللي بنقراه في الصحافه ان نيمار رايح ريال مدريد برضه هيكون الموضوع. نيمار افضل له ايه، ريال مدريد ولا برشلونه؟ برشلونه افضل له ولا عشان انت بتشجع برشلونه؟ الاثنين. انا حسيت لا بس انا عشان بشجع برشلونه انا ما اتمناش ان نيمار يرجع بعد اللي حصل. تمام، مشاغب قوي. ايه؟ مشاغب قوي. وعقليته مش كويسه. يعني اللعيب اللي هو ممكن تبقى مهاري ومن اعظم لعيبه العالم بس العقليه بتاعتك بتبوظ كل حاجه. زي ديمبلي في برشلونه، ديمبلي لعيب كويس عايز يوصل يلعب بلاي ستيشن وحاجات كده بالظبط، وعايز يصحى من النوم الساعه 2 الظهر يروح التمرين، احترافيه على الاطلاق يعني بالظبط. وفي الاخر بنلاقي اللعيب ده ثمنه 200 مليون، طب انا دفعت 200 مليون علشان اتعاقد مع لعيب بالمنظر ده وما سافرتش بيه طول السيزون وانا جايبه بدل نيمار اللي هو كون اصلا يعني هو لو ديمبلي حط في دماغه ان هو رايح بدل نيمار والمفروض ان هو يدي اللي كان بيديه نيمار لبرشلونه المفروض ان هو يموت نفسه في الملعب، فاحنا بنشوف الشكل بالمنظر ده بنشوف هي دي بقى الفرق، ان انا لعيب عندي مستوى 50% وعقليه 100% هادي بشكل ممتاز، انما لو انا ما فيش عقليه مستوايا مليون في الميه هيكون شكلي في الملعب سيء جدا.
ان شاء الله ريال مدريد بقى يكون موفق، لان انا بشجع ريال مدريد، ولكن دايما برشلونه هو في الفتره الاخيره. المنافسه حلوه، منافسه شريفه اكيد بتمتعنا في المنافسه، سواء في اسبانيا او في اوروبا اكيد هم أكيد الكبيرين. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه احمد الشريف الناقد الرياضي، وشكر موصول ايضا لحضراتكم مشاهدينا. بكره اجازه الجمعه، بنتمنى لكم ويك اند سعيد، ولكن يوم السبت لقائنا يتجدد مع حضراتكم ان شاء الله. تقبلوا تحياتي والى اللقاء.